أقول إننا أمام الآن كسودانيين وكمسؤولين ومن مختلف التكوينات السياسية والاجتماعية أمامنا مسؤولية عظيمة، وحلها يكمن في حاجة واحدة. الحل بتاع السودان ده ليس عصي، حل السودان بيكمن في جمع صفهم، في توحيد كلمتهم، في تواسقهم، في أنهم يتفقوا جميعا ويضعوا ايد في ايد علشان يجدوا بعيد. وبالتالي أننا قادرون، وأؤكد للجميع بأننا المرحلة التي الآن يعيشها السودان هي صحابة صيف، وإن شاء الله حتنقشع، وأننا كلنا أمل وكلنا جدية وكلنا حرص على أننا نتواسق وعلى أننا نتحاور مع بعضنا البعض وعلى أننا نجلس مع بعض ونجد حل لبطلنا، حل سوداني سوداني. وفي نفس الوقت بنتقدم بشكر الجزيل لكل أصدقائنا ولكل أشقائنا في الدول الشقيقة والدول الصغيرة صديقة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. نشكر كل الذين قدموا لنا العون في توحيد كلمتنا وفي جمع صفنا دون التدخل في شأننا الداخلي. نحن نقدر لكل صديق ولكل شقيق بأننا في هذه المرحلة محتاجين فعلا على أننا نعالج هذه القضية عن طريق الحوار وعن طريق التواصل وعن طريق نقعد نحن مع بعض وعن طريق أننا نتفاهم دون تدخلات خارجية. وفي نفس الوقت نحن نؤمن على ما يجري الآن، نؤمن على ما تقوم به الثلاثية ممثلة في الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجهد الذي بذلوه لإيجاد مخرج للسودان من هذه الكوة. نحن نقدر جهدهم ونحن نشيد بهذا الجهد ونقول لهم بصريح العبارة، نحتاج عنكم كمسهلين، ونحن كسودانيين قادرون أن نجلس مع بعض وقادرون أن نجعل من هذه المبادرة حل سوداني سوداني.